وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة حورية الديري، مفوض حقوق الطفل، عضو مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. مساء الخير دكتورة حورية. بداية، كيف ترون نتائج وجود الآليات الخاصة بحقوق الطفل في مملكة البحرين؟ مساكم الله بالخير والسرور. بالتأكيد أن هذه الآليات لها دور كبير في ضمان تعزيز المصالح الفضلى للطفل في مملكة البحرين، والتي تعمل في منظومة متكاملة لضمان الحقوق التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة والتي صادقت عليها مملكة البحرين، وقانون الطفل الذي يعد التشريع البحريني الأصيل الذي ساهم في إيجاد منظومة متكاملة ترعى مصالح الأطفال في مملكة البحرين بصورة منتظمة، بدءا من عملية إشراك الأطفال في رسم السياسات وتعزيز المشاركة للطفل في التنمية من خلال ما توليه طبعا المؤسسات الحكومية والمدنية من رعاية واهتمام في طرح المبادرات والمشاريع الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للطفولة. من هنا تظهر الحاجة إلى المستمرة طبعا الحاجة المستمرة إلى توثيق النجاحات التي تدعم تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال من خلال الدور القضائي والإصلاحي وعمليات المتابعة والرصد والتوثيق. من خلال دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في المفوض الخاص لحقوق الأطفال، نحن نستقي من ذلك المؤشرات الخاصة بضمانات العدالة المتحققة والحماية الفضلة والمبادرة في دراستها مع أصحاب الشأن ورفع المقترحات والتوصيات إن لزم الأمر. نعم دكتورة، ما مدى الحاجة للتقرير الاجتماعي للطفل في دعم العدالة الإصلاحية للطفل وحمايته من سوء المعاملة؟ هذا التقرير الاجتماعي للطفل يعتبر من أهم الأدلة والمقاييس في الواقع التي توثق مسيرة العدالة الإصلاحية في مملكة البحرين، ويعكس مدى الالتزام الوطني الذي توليه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومحاكم العدالة الإصلاحية للأطفال في إيلاء المصلحة الفضلى للأطفال بكل الاهتمام. وما تلك الإنجازات المتحققة من التقارير والزيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية إلا انعكاس لواقع التجربة الفريدة التي تمتلكها مملكة البحرين في متابعة حالات الأطفال ومراقبة أوضاعهم أثناء تنفيذ التدابير البديلة للعقوبات ومتابعة مدى التحسن في حالة الطفل في ظل الرقابة القضائية والنظر في استبدالها أو إنهائها يعني. ومن هنا نشيد في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بوجود هذه المؤشرات التي تمكننا في الواقع من تعزيز دورنا الرقابي والتأكد من وجود الممارسات الفضلى لتعزيز وحماية حقوق الطفل في مملكة البحرين. نعم الدكتورة حورية الديري، مفوض حقوق الطفل، عضو مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.